صباح الخير، صباح المحبة وصباح السعادة على عيون مشاهدين الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود. والنهاردة تقريبا أول يوم، أو امبارح كان أول يوم في الحظر، أنه شوية يتفتح والناس بدأت تخرج، والكافيهات والقهاوي والأسواق والمحلات كلها. ياريت بس ننتبه على حاجة الإجراءات الوقاية والكمامات شوية والتعقيم والحفاظ على مسافة أمينة بيني وبين الناس عشان نمنع انتقال العدوى. النهاردة عندنا موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول هو موضوع يعني السلوكية الطفل وتربية الطفل، وإزاي نربي الأطفال، إزاي نتعامل مع الأطفال في البيت. والموضوع الثاني أو الفقرة الثانية هتكون هي فقرة الأبراج، وحنتكلم فيها عن برج السرطان، وحنستنى كل مكالماتكم واتصالاتكم على أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، وكمان على صفحة برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. طيب، موضوع تربية الطفل وإزاي نتعامل مع الأطفال موضوع شائك ومعقد، لأنه موضوع التربية هو نفسه أو علم التربية هو نفسه شائك ومعقد، وفيه حاجات كتير لازم تتفهم في البداية. عشان كده النهاردة معانا الأستاذ هاني طاهر رمزي، أخصائي إرشاد التربوي والنفسي أو البيرنتينج لايف كوتشنج. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. إزاي حضرتك؟ إزاي؟ إحنا سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. أنا أكتر. طيب، نخش على طول في الموضوع، واحنا سمعنا في مبادرة كيفية التعامل مع الأطفال، أو اللي هي تحت يعني مسمى اللي هي رخصة مربي. حابين نعرف إيه موضوع رخصة المربي ده؟ رخصة مربي دي مبادرة احنا عاملينها كسمارت أكاديمي. سمارت أكاديمي احنا هدفنا، أو يعني هو كيان خدمي للمجتمع، هدفنا نشر الوعي بأهمية التربية الحديثة العلمية، التربية الحديثة العلمية، ودي من خلال مبادرة اسمها رخصة مربي. تمام. ليه بقى اتسمت رخصة مربي؟ احنا كده عندنا كده جملة دايما بنقولها، ان القانون دايما بيجرم قيادة سيارة بدون رخصة، بس القانون عمره ما جرم قيادة حياة ومستقبل الطفل او اي طفل بدون اي رخصة. تمام. وللأسف الشديد جدا جدا ان يعني دلوقتي بقى متاح ان اي حد يعني يقدر يروح يتعامل مع طفل، يعلم طفل، يدرس لطفل بدون ما يكون عنده مبادئ التربية او علم التربية الصح. فمن هنا بنيجي بنشوف قد ايه الاسر، الدنيا بقت مفككة بشكل بقى ملفت للنظر، والمشاكل يعني احنا عندنا كده بنقول مفيش يعني هاتلي مشكلة واحدة انت يعني ممكن تشوفها في المجتمع، يعني في شغلك، في البيت. تمام. في اسرتك، في الشارع، في اي حتة، ما يكونش الامتداد بتاعها الحقيقي والرئيسي هو التربية. تمام. مش هتلاقي، يعني دايما بنعمل كده زي تحدي وبنراهن يعني في المحاضرات بتاعتنا، هات لي مشكله واحده ما فيهاش المشكله بتاعتها الاساس بتاعها، الاساس بتاعها هو التربيه. تمام. للاسف الشديد، بس يعني محتاجين ان احنا نركز في الموضوع ده، عشان كده دي كانت المبادره بتاعتنا. وبن يعني ومن هنا بنقول يعني للقناه بتاعتكم الجميله دي احنا بنشكرها جدا، ان هي بتركز فعلا على موضوع التربية. تمام. طيب، هنا في يعني احنا بنعرف انه التربية تقريبا هي من اختصاص الامهات اكتر حاجة، عشان الامهات في البيت موجودين وهم اللي مسؤولين عن التربية بشكل مباشر اكتر من الاب بنسبة معينة، قد تختلف من بيت لبيت اخر. تمام. يعني بحكم وجود الاب برا في الشغل وبحكم يعني ظروف الحياة. حابين نعرف انه في امهات كتير بيقروا كتير ويدوروا كتير في موضوع التربية وبيبحثوا على جوجل وبيقروا حاجات، بس ما بيقدروش يطبقوا اللي بيقروه. تفتكر ايه السبب؟ السبب ان التربية ده علم، وان احنا نقرأ مقالات او معلومات عن طريق الفيسبوك، ولا كمان ان احنا يعني نقرأ حتى كتاب، ده مش صح. ده مش صح ان احنا نقول ان احنا ده كافي ان احنا نربي ولادنا. مش هتلاقي ليه؟ علشان لازم ناخد المعلومة كاملة، لازم ناخد المعلومة كاملة. وده يمكن اللي بنعمله في المبادرة بتاعتنا او الخطة بتاعتنا، ان احنا لما بنيجي نأهل المربي بنأهله ببرنامج. احنا يمكن البرنامج بتاعنا اسمه
يعني التربية الذكية أو سمارت بيرنتينج، ده بيديله المعلومات كاملة. هل ينفع يعني احنا عندنا بنقول التربية مهارة، تمام، يعني زي مثلا ايه السواقة، هل ينفع شخص يروح يسوق عربية مثلا من غير ما يكون عارف ملم بالمعلومات الكاملة عن السواقة؟ تمام، وحتى عن المحرك شوية، عن كيفية، يعني يعني انا ما ينفعش اسوق عربية من غير مثلا ان انا اقول انا مش مهم اعرف ان انا هي بتركن ازاي، او ان انا اسوق في حتة زحمة ازاي، او اعمل مش عارف ايه ازاي، يعني ينفع؟ ما ينفعش طبعا. اكيد لازم اخد المعلومات الكاملة. فلما اخد جزء من المعلومة دي للأسف الشديد تلاقيني ما بقاش يعني عارفة اطبق ازاي، وحتى لو طبقت هبقى متشككة في اللي انا طبقته ده صح ولا لا. تمام، يعني حتة ان احنا نحلل سلوك الطفل، ان احنا نعرف ازاي يتعدل، ده مش شغلانة الاخصائي فقط، ده شغلانة الاب والام كمان، او المربي، ان هو كمان لازم يبقى عارف، وعارف كويس جدا يعني. ده يعني ده الترند او ده يعني بره يمكن الحديث في التربيه. تمام، عشان يمكن الدراسات بتاعتنا اللي احنا مركزنا عليها هي جايه من بره اكتر دلوقتي، مش مركزين ان هو يحلوا المشكله بس، لا، ان هو الوعي بالمشكله جايه منين ويتعامل معها بطريقه صح الجذور وبطريقه بتاعت المشكلة، الأصل بتاعها فين؟ إزاي بالظبط. اتكونت عشان أعرف إزاي أعالجها؟ دي هنعرفها إزاي؟ تمام، شوية مقال أو كلمتين أو ثلاثة ما ينفعش، ده يبقى كلام مش صح. تمام، طيب في برضو أمهات كتير بتبقى خايفة على أولادها من الأزمات والضغوط النفسية والظروف النفسية، وأمهات تانية بتقول أنا ابني مش باين عليه أو بنتي مش باين عليها حاجة أو أي أعراض. طيب إيه الصح في الموضوع؟ هل ممكن الأم تعرف ابنها باين عليه ولا مش باين عليه؟ هي تعرف لو عندها وعي كافي، لو عندها وعي كافي تقدر تعرف. بس للأسف الشديد احنا فعلا عندنا نوعين من الأمهات دلوقتي، أمهات دايما تنكر ان ولادها عندها مشكلة، وأمهات تانية يبقى يعني حاسة ان عندها مشكلة كبيرة قوي قوي ومش عارفة تتصرف وبتتعامل على الأساس ده. اوكي، فيعني عندنا الاتنين، والاتنين مش صح بيني وبينك يعني. يعني ولا اللي هي بتنكر دايما اني انا ابني ما عندوش حاجه، يعني لا انت عندك حاجه خلي بالك يعني، ولا اللي هي دايما تقول انا يعني انا عندي مصايب وعندي سلوكيات كتيره قوي. يمكن دي الاصح شويه، عشان فعلا المجتمع بتاعنا بيحط في ولادنا حاجات كتير، فهي محتاجه فعلا ان هي تتصرف في الحاجات دي كلها. فاللي بتقول فعلا انا عندي مشاكل كتير ممكن تكون دي اصح، بس بلاش البانيك وبلاش اللي هي يعني حاله الهلع والخوف لا يعني تمام، خديها ببساطه وروحي اعملي حاجه ايجابيه، روحي ادرسي يعني اعرفي، بدل ما تقعدي تقولي انا عندي مشكله وبس ما تعمليش اي حاجه. يعني ايه اللي انت عملتيه ايجابي؟ يعني ايه الخطوه اللي انت عملتيها؟ هي دي الفكره. تمام، طيب هنا يعني عندنا كم سؤال كده على السريع شويه، والاجابات بتاعهم هتكون سريعه شويه عشان يعني اللي هو ناخد الخلاصه بتاعت الموضوع. هنبتدي يعني كم سؤال او كلمات نكملهم يعني بجمله او جملتين ونستفيد بهم لو احتاجنا انه نعرف معلومات اضافيه. الحبسه في البيت بالنسبه للطفل. دي مشكله كبيره الفتره اللي فاتت. بعد اذنكم بلاش حبسه البيت. على الاقل على الاقل خدوا مشوا ولادكم بالليل شويه. المشكله دي يعني حبسه البيت، انتوا يعني الاطفال طبيعتهم ان هم منطلقين، ان احنا نحبسهم في البيت وبدون اي حاجه يعملوها غير الجيمز وغير الحاجات دي. انا مش معترض على الجيمز، انا عارف ان انتوا ما عندكوش حاجه، بس لازم تخرجوا ولادكم على الاقل حتى لو يوميا في الاوبن اير، كفي الهوا كده، وتتمشوا وترجعوا. دي بتعمل بتعلي هرمون كده اسمه الاندروفين، الرياضه بتعمل هرمون تمام. الاندروفين، فتلاقيه المزاج بتاعه هدي. يعني خصوصا فتره الكورونا والحبس الاجباري اللي في البيت يعني بقت مشاكل كتير قوي. يعني ما بنقعدش بقى نسال هو ليه ولادنا سلوكياتهم كده، ما هو سلوكياتهم ايه؟ ما طبيعي جدا انت ولد مسجون. انا اعرف ناس ما ينفعش ان هي تقعد في البيت يومين، فتخيلوا واسمع عن ناس سجنه ولادها بالثلاث شهور، ده لا يعقل، ده لا يعقل. يعني انا عارف خدوا كل اجراءاتكم، يعني الخوف مطلوب
خدوا كل اجراءاتكم، بس ده بالليل، خدوه بالليل يتمشى شويه، ده يعني لازم يشم هواء ويغير جو. تمام. لو في حبسه في البيت عشان كورونا واجباريه الحبسه، هنيجي للسؤال الثاني، التكنولوجي او السوشيال ميديا. أنا من النوع اللي هو ايه، انا مش عايز اقول التكنولوجي وحشه، التكنولوجي انا مش كده خالص. لا، انا مش حابب الموضوع ده. التكنولوجي شيء مفروض علينا وواقع لازم نتعامل معاه، بس نتعامل معاه ازاي، هي دي ده السؤال. التكنولوجي فيها حاجات حلوه كتير جدا جدا، بس احنا اللي محتاجين نعلم نفسنا ونعلم ولادنا ازاي يستخدموها صح. فيها كم من الالعاب دلوقتي بتنمي المهارات العقليه الاساسيه، عندنا 5 مهارات عقليه، يعني في جيمز كتيره يعني بتنميها. اعمل سيرش يعني في البلاي ستور بتاعتك، هتلاقي فيها العاب كتير، والعب معاه، العب معاه، وحاجات بازل وحاجات الاختبارات الحاجات، فيها حاجات حلوه قوي. يعني ما نقعدش نقول يعني التلفزيون وحش ولا حلو، على حسب استخدامنا. السكينه وحشه ولا حلوه، على حسب استخدامنا. تمام. فنستخدمها صح. ويعني اخد ساعتين مثلا يعني بلاي ستيشن ولا حاجه بيلعبها، حطي حاجه قدامها، حاجه مفيده يعملها. تمام. يعني لازم يعني مش ما انا ضد القعده قدام التاب والحاجات دي، انا ضد التكنولوجي فقط، دي مش حلو يعني. فقط لا، لكن معاها حاجه تاني ونستخدمها صح. لا يعني انا يعني في اهالي بتعلم ولادها ان هي تعمل سيرش وتشوف حاجات مفيدة وتتعلم من خلال، فالتكنولوجي مش ما نقولش وحشة وخلاص يعني. تمام. طيب، سلوك ابني مش عاجبني. جملة كتير بنسمعها من أمهات كتير، بس معلومة معلش أنا هصدم كل أم بيها يعني وكل أب. الصدمة دلوقتي. اتصدموا يعني، أن من 80-90% من سلوكيات ولادكم ملهمش أي علاقة بيها يعني خالص، ولا من بعيد ولا من قريب. ابنك المراية الصادقة، لو انت عايز تشوف نفسك من جوه بص على ابنك. ابنك بيعكس صورتك فقط. فيعني الام اللي هي شايفة نفسها مش قد كده وابنها حلو، اعرف ان انت كويسة، والعكس صحيح. لو انت شايفة نفسك زي الفل وبنتك وابنك فيهم مشكلة، اعرف ان في مشكلة. هما مراية ليس الا، السلوكيات كلها عبارة عن انعكاسات عن اللي احنا بنعمله معاهم يعني. تمام. طيب، ابني كسول. كسول يعني في كتير كده من ولادنا في مرض اسمه انهيدونيا. هو يبان ان هو عربي، لكن يا جماعه اعملوا سيرش عليها على جوجل، انهيدونيا يعني انهيدونيا بالانجلش يعني. ده مرض هو فقد اللذه، فقد ان هو يفقد اللذه بالحياه، الحماس والاكسايتمنت والاثاره، تلاقيه مثلا الاندفاع لعمل حاجه، حاجات يعني في سنه او كان هو بيتبسط بيها زمان ما بقتش تبسطه، او اللي في سنه المفروض يتبسط منها ما بيتبسطش. ده مرض جاي من وبتلاقيه مقدمات لاي مرض نفسي، بيبقى اوله كده حاجه اللي هو الانهيدونيا. انهيدونيا ده بيفقد اللذه. بيفقد اللذه ليه بقى؟ من ضمن الحاجات اللي هو قاعد على التكنولوجي، على الحاجات زي كده، بنديله كل حاجة هو عاوزها. ففي حاجة اسمها الدوبامين، ده هرمون كده بيبقى الثريشولد، أو اللي هو هو في القمة شوية، ودي بتعلي شوية الاندروفين اللي هو التشالنج والتحدي، بتعلي شوية وان هو يكسب ويكسب اكتر يكسب. يعني ده الهرمون ده بيجي مع انه الواحد يتشجع قوي قوي يعني، في حاجات حلوه ووحشه، بس الوحش فيه ان هو بيقعد في الحماسه دي بتاعت الجيمز. فهو اخذ على نسبه يعني بتاع ده دوبامين معينه، الدوبامين الزياده اي حاجه تانية تيجي تديها له او تقولي له عليها تلاقيه كده مش عايز يعملها. تمام. ده مفيش فيه اثاره زي اللي الحاجات اللي بعملها. فاكر زمان لما تمام. يعني زمان لما يجي لنا اي حاجه بسيطه نفرح بيها قوي، صح. دلوقتي مفيش حاجه تفرح الولاد، علشان للاسف بقى في حاجات تانية زي كده. فيعني ده لو نصيحتي للام دي اللي بتسال السؤال ده، ان لو سمحتي شجعي على قد ما تقدري. التشجيع ده مفتاح السحري في التربيه. تمام. طيب، اتكلمنا عن ولاد كتير، خلينا نتكلم عن البنات. ازاي اخلي بنتي تتكلم او تحكي معايا؟
وبيني وبينك ولاد او بنات يعني مش هنفرق، بس يعني بالنسبه للبنت والام شويه علاقه بتكون مختلفه عن الابن والام شويه. اخر كلمه قلت لها ايه؟ المفتاح السحري. المفتاح السحري اللي هو التشجيع. التشجيع للاسف الشديد ان يعني لو هو يعني انت عايزه ولادكم ييجوا يتكلموا معاكم، العبوا معاهم، شجعوهم، اضحكوا في وشهم بس. يعني لما يجي بحاجه يجي يحكيها لك في المدرسه، بلاش علامات التعجب اللي بتظهر على وشوشنا وعلى طول نوقف كلامه ونروح ردين عليه الرد اللي مش عارف ايه. سيبه يتكلم، سيبه يفضفض، يفضفض معايا يعني. لو سدتيه او كده مش هيجي يتكلم. فان احنا نشجعه، مش نشجعه على الغلط طبعا، بس نشجعه عموما انه يتكلم، يتناقش. انت تعرف بس ان انا اضحك في وش ابني ده بيوصل له كام رساله؟ تخيل يعني لما يعني ابتسم في وش ابني انا بقول له انت مقبول، انت محبوب، اتكلم، قول، انت في امان، انت في امان، برافو، انت في امان. كل الكلام ده كله للاسف الشديد الاب في ابهات كتير وامهات كتير فاكرين لما يجي يدخل بقى ويتعصب وملامحه بقى اللي هو مش عارف ايه، يروح داخل كده اللي هو ايه، هيسيطر. العكس تماما يا جماعه، العكس تماما. ده رسالتي ليكم يعني لو سمحت. العكس تماما، ان انتوا يعني والمدرسين كمان اللي بيدخلوا يقول انا هسيطر بقى وهقلب وشي عشان اسيطر. لو انت ابتسمت ده معناه انت بتوصل رساله everything under control، انا مسيطر على كل حاجه. والعكس صحيح، ان انت لو اتنرفزت. تمام. طيب ممكن يطلع ابني يسوي حتى في غياب الاب او عدم وجود الاب؟ يعني دي رساله للسنجل ماذرز يعني، او اللي هم الامهات المعيلات يعني، او اللي هم الوالد مش موجود، توفى مثلا، المنفصلات او الارامل، او عايز اقول لكم جدا جدا، لكن ليها شروط، ليها حاجات معينه لازم تدرسيها، ولازم تعوضي الحاجات اللي الاب المفروض بيديها. في حاجات الام بتديها وحاجات الاب بيديها. ربنا خلقك ان انت تقدري تعملي الدورين. ايام زمان لما الرجاله كانوا يروحوا يصطادوا الغزلان ولا يروحوا الحروب، كان بنسبه كبيره ما يعني هو ربنا خالق الست مالتي فانكشن كده، بتقدر تعمل حاجات كتير، فما تقلقيش، انت تقدري وعندك الامكانيات الكتير والكبيره ان انت تعملي كل الكلام ده كله، بس محتاجه بس تعرفي تعمليها ازاي. تمام. طيب لقيت بنتي بتتفرج على حاجات مش كويسه، زعقت فيها وخدتها لطبيب نفسي، هل ده صح؟ انا عندي كان حاله قريبه من كده فعلا، لقيت بنتها بتعمل كده، وكان ام عايزه اقول لك يعني ام رائعه ومهتميه جدا بالتربيه بدرجه كبيره قوي، وفعلا لقيت بنتها كده، فراحت اخذتها للدكتور. في قاعدة من القواعد اللي احنا بناخدها واحنا بندرس الكورس بتاعنا يعني، حاجة اسمها السلوك اللي احنا بنركز عليه السلبي بيزيد. تمام. سلبي او ايجابي هو بيزيد السلوك اللي احنا بنركز عليه. فاحنا بنعمل حاجة يعني عايز اقول لك خطيرة وعملت لنا جيل في مشوه نفسيا. في امهات كده تروح، ده حصلت، بنت في يوم الدخلة جالها شلل، امها كانت بتدخل عليها فيلم عادي شغال وفي مثلا منظر كده ولا كده ولا حاجه، ايه يا بنت اللي بتعمليه ده؟ وطبعا تزعق. طبعا. الموضوع ده اتكرر لغايه لما عقلها اللاواعي بقى خلاص متسجل فيه ان الحاجات دي غلط، وبقت بتحس ان هي طبعا ان هي لما بتعمل حاجه زي كده، لما بتبقى الموضوع حلال بقى وفي بيت جوزها وكده، فلما خلاص هو عقلها اللاواعي اتبرمج على ان ده غلط. تمام. فما بقتش عارفه تعمله، غلط وحرام. طب يعني اول لما تيجي تعمله هتلاقيه ايه، اتشنجت وبقى في شويه امراض كده نفسيه في الجو ده. فبقى للاسف عندنا زوجات كتير بنسبه كبيره لا يستمتعوا خالص بالعلاقه. تمام. بسبب الصوره المتراكمه في اللاوعي. في اللاوعي خلاص هي خلاص هي قفلت يعني من الموضوع ده ومش مستمتعه ومش قادره تستمتع. تمام. فاحنا اللي بنعمل كده في اولادنا، فأرجوكم لو سمحتوا بلاش الموضوع ده. والأم اللي راحت ودت بنتها لمريض طبيب نفسي. لطبيب نفسي، أنت ركزتي على السلوك السيء، السلوك السيء هيزيد. وحصل يعني هي فعلا كانت ودت لدكتور نفسي،
وده غلط من الدكتور بصراحة، ان هو يعني في يا جماعة في احيانا بنبقى محتاجين دكتور نفسي او اخصائي او مرشد، يعني مش كل حاجة دكتور نفسي ليه ده كل حاجة، كل يعني شخص يعني كل تخصص ليه الحاجة بتاعته. تمام. فما تركزيش، لو ما ركزتيش الموضوع هيعدي خصوصا لو سنها صغير. تمام. طيب عندنا سؤال أخير إجابة فيه حوالي دقيقة أو دقيقة أو نص. إيه الفرق ما بين الدكتور والأخصائي والمرشد النفسي؟ عشان حد واحد يعرف أنه أودي ابني مرشد نفسي، إرشاد نفسي، كوتشينج، ولا أودي نفسي أخصائي، ولا أودي نفسي دكتور عشان عنده حاجة بجسمه، أنا مش عارفة أو مش عارف. بص يا جماعة، السؤال ده أشكرك عليه وده مهم جدا، يعني علشان في كونفيوز كبير جدا عند الناس. الطبيب النفسي خريج كلية طب ده بيبقى طبعا دارس وحاجة كده جميلة جدا وبيعالج بالأدوية، وبنروح له لما يبقى عندي أمراض ذهنية. ذهنية يعني أمراض عقلية وأمراض ليها علاقة بالإيه، إن أنا ممكن أبقى مريض ومش عارف، شيزوفرينيا بقى وحاجات كده وانفصام في الشخصية وحاجات كده كتير قوي، حاجات كده واكتئاب شديد وأمراض زي كده كبيرة. تمام. ده لازم طبعا نروح للطبيب النفسي ويتعالج. ده مدرسة، المدرسة التحليل النفسي. في مدرسة اسمها مدرسة سلوكية، ودول بيبقوا وأخصائي نفسي. كلمة أخصائي نفسي ده بيبقى خريج أداب علم نفس وبياخد كورسات معينة ودبلومات معينة، تخصصات في التخاطب مثلا او التنميه، تنميه المهارات وحاجات، شويه تخصصات كده. تمام. وبيعمل اختبارات كمان، يعني ده بنروح له ساعه لما يبقى عايزين تعديل سلوك، تنميه مهارات، تخاطب، الولد عنده ADHD كفرط حركه او اوتيزم، ده نروح للاخصائي. والاخصائي يقول لنا يعني برضه يعني ده كاخصائي بيبقى. تمام. في ده وده. في حاجة اسمها إرشاد نفسي. تمام. إرشاد نفسي ده ممكن نقول عليه دلوقتي المشير، كمشيرين كونسلر أو كوتشنج. كوتشنج ده حاجة يعني النفسي. يعني هما مدرستين يتبعوا المدرسة المعرفية اللي هي الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي أو العلاج السلوكي المعرفي عن طريق المعرفة. غير عن المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية بره الإنسان، لكن المدرسة المعرفية بتدخل جوه الإنسان، بتغير في معرفته، فبتغير في سلوكه، بتغير في كل حاجة. تمام. فدي بتيجي منين بقى؟ بتيجي الكونسلر ده بنروح له لما يبقى عندي مشاكل معينة، هو يرشدك. يرشدك ممكن ان يقول لك انت محتاج تعمل ايه، او لو محتاج دكتور يقول لك دكتور، لو محتاج وهكذا الكوتش. تمام. طيب احنا معانا اتصال اعتقد. الو، صباح الخير. الو الو الو، صباح الخير، تفضلي. صباح النور. تفضلي يا فندم، بتاع الهوا. ايه؟ تفضلي يا فندم، تفضلي. صباح النور. بقول لحضرتك، انا اسمي ولاء من دمياط. بقول لحضرتك يا دكتور، انا بشتكي من التوتر، ونفسي واعصابي بتبقى تعبانه قوي، نفسي اهدى بس مش عارفه، نفسي اعصابي تهدى كده كده، ولما بنام بالليل يعني قلبي بيقعد يدق كده، بصحى كده يعني. تمام. ايه؟ تمام. اصلا دكتور يعني لما كنت يعني لسه في بيت بابا وكده، كان بيجيلي عرسان وكده، وقالي بيضغطوا عليا وكده، فمن الضغط كل يعني كل ما حد يضغط عليا هو ده اللي عمل فيا كده. تمام. تمام. إيه؟ حضرتك متجوزة؟ اتجوزتي ولا؟ ما انا برضو خدت، يا برضو اللي انا خدته ده بالقوة برضو يعني كده. فحضرتك يعني اهدى ازاي يعني؟ تمام. الدكتور ليه سؤال تحب تسألها؟ لا هي باينة. تمام. تمام. شكرا لاتصالك يا فندم، مرسي. ده اللي كنا بنقول عليه من شوية، التربية هي أصل كل المشاكل اللي احنا بنقابلها لما بنيجي نكبر، في المشاكل الأسرة والانفصال كل ده اللي احنا بنقابله ده جاي من التربية وضغط الأب والأم والتعامل بطريقة غير سوية وغير طبيعية مع الولاد. احنا للأسف بنتعامل مع أولادنا يعني زي ما احنا اتربينا. تمام. يعني بدون أي وعي، أو يعني الوعي بتاعنا بيبقى ضعيف. فالضغط زي ما احنا الأب باباها أو مامتها ضغطوا عليها
وكويس ان احنا في وقت الكورونا ده كمان الناس مش مدركه قد ايه المشاكل الضغوطات النفسيه على الاطفال. ممكن ما يكونش باين على ولادك دلوقتي حاليا ان عندهم مشاكل او باين بشكل كبير، لكن أأكد لك ان المشاكل دي بتبقى تراكميا بتتراكم في الطفل وبتبان لما بيكبر. التراكم ده بيعمل بيرفع حاجة هرمون اسمه كورتيزول. تمام. باللام مش بالنون. تمام. كورتيزول. الكورتيزول ده لما بيترفع تراكميا بقى مع السن بتلاقيه بقى ابتدى يأثر على القولون، بقى قولون عصبي، على القلب، ضغط، على البنكرياس، سكر، على الاميونو سيستم كجهاز مناعي، فبيبتدي الشعر يقع ويعني وشوية حاجات كده تحصل. تمام. ونلاقي بقى دلوقتي المشاكل اللي بتحصل، انا عندي توتر شديد، انا رحت لكذا دكتور ومش عارف يعني مش عارفين يشخصوا الحاجة اللي عندي، انا عندي روماتويد، انا عندي مش عارف ايه، كل الحاجات دي مشاكل بتضرب بقى بتظهر في الكبر. بس هي بتبتدي منين؟ بتبتدي من الصغر، ده تراكميا. تمام. وبتظهر زي ما بتظهر في عند الاخت لما بتكبر يعني. طيب ممكن تعمل ايه في الـ؟ لا هو يعني لو هو احنا عندنا ثلاث مستويات من الخوف والقلق والحاجات زي كده. تمام. اللي هو المستوى الاولاني اللي هو الخوف اللي ربنا خلقه ان احنا لازم نخاف، ناخد حذرنا وخلاص، هنلبس الكمامه وهنعيش حياتنا. لكن في مرحله تانية اللي هو القلق، والقلق ده لما يبقى ده بيسموه الانكزايتي، ده اضطراب سلوكي، وده لما يبقى يعني انا مش عارف اعيش حياتي، مش عارف اعيش حياتي، ده معناه اني خلاص حياتي اتأثرت، يبقى دخلت في قلق. ده ممكن اروح ممكن ابتدي بمرشد، او لو عايز اروح للدكتور اروح للدكتور لو القلق زايد قوي. تمام. ده المرحلة التانية. في مرحلة بقى بتبقى ازيد من كده من القلق، بتوصل للفوبيا. بقى خلاص يعني انا حياتي توقفت تماما، وحتى المظاهر بتاعه الخوف اللي موجوده، يعني خلاص الكورونا خلصت وراحت لحالها، بس انا خلاص ما بقتش عارف اخرج من البيت. تمام. او اسلم على حد خالص بعد كده، او ده خلاص اتنقلت فوبيا، انا محتاج ان انا او وسواس قهري بشكل كبير، انا محتاج اروح لطبيب نفسي ويعني اعرض نفسي على طبيب يعني. تمام. الاستاذ هاني طاهر رمزي، اخصائي ارشاد نفسي وتربوي، بيرنتنج لايف كوتشنج، احنا سعيدين جدا بوجودك معانا النهارده. ميرسي ليك. واستفدينا جدا من المعلومات القيمه اللي اديتها لنا النهارده. ميرسي ليك. وشكرا ليكم كلكم. اهلا وسهلا بك. طيب مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل فقره الابراج الفلكيه، ومستني كل مكالماتكم على ارقام الهواتف اللي هتظهر في الفقره دي، وهنتكلم عن مواليد برج السرطان الحساس المزاجي العصبي والمتعلق بالخيال والماضي والرومانسي. بعد الفاصل ابقوا معنا. والنهاردة لأن فترة برج السرطان ما بتبتدي مع دخول الشمس لبرج السرطان من 22/6 اللي فات لغاية يوم 22/7 اللي جاي، عشان كده هنتكلم الفترة دي عن مواليد برج السرطان المائي المتسم بالحساسية المزاجية العصبية شوية، كمان التردد في اتخاذ القرارات، وكمان التعلق بالماضي والخيالات الرومانسية العالية، ومحب للبحر بشكل كبير، عشان مولود برج السرطان هو مولود يعني برج مائي، وكمان بيكون من الشخصيات العنيدة جدا في نفس الوقت متردد باتخاذ القرارات. الكوكب المتحكم فيه هو القمر، وده بيدي الحساسية وبيدي الرومانسية والشاعرية، وبيدي برضو التردد والتخبط في القرارات. وأرقام الحظ بالنسبة له هي 2 و7، وأي حد مولود يوم 2، يوم 11، يوم 20، يوم 29 من أي شهر بيبقى متأثر يوم ولادته بالقمر، وبيبقى واخد شوية من مواليد برج السرطان، واخد الحساسية الرومانسية يوم 2 و11 و20 و29 من كل شهر. في معانا اتصال. وليد، صباح الخير يا وليد. صباح الخير يا فندم. يا ريت لو توصل التلفزيون وتسمعني من خلال التليفون عشان اعرف اسمعك بوضوح. تفضل يا فندم. الو، صباح الخير. سمعت يا فندم، انا طمعان شديد بزياده من كلام حضرتك. حضرتك انا مواليدي 16/1/1990. لا ايه، عفوا، التاريخ تاني لو سمحت. و 4/7/1990. 4/7
1998. انا مش سامعك بوضوح حبيبي، وممكن تعلي صوتك شويه لو سمحت. لا ماشي انا معاك يا استاذ طارق. ثواني ماشي يا فندم. ثواني 4/7/1990. تمام 16/1/1990 تمام، والتاريخ 4/7/1990. شكرا لحضرتك يا وليد، شكرا جزيلا. 4/7/1990 من مواليد برج السرطان المائي الفترة الثانية، وأرقام الحظ هنا حتكون 4 و2 و7، والشخصية تكون دي متميزة بالمفاجآت الكثيرة في الحياة، عندها تنقلات كثير، عندها تغييرات كثير، شخصية حساسة مزاجية متقلبة متعلقة بالماضي، متعلقة بالأسرة بالأم وبالأب وبالأطفال وبالبيت بشكل خاص، وكمان شخصية مترددة في اتخاذ القرارات. عندهم فرص كويسة إن شاء الله، ابتدت الأمور معاهم تتفتح شوية من حوالي أسبوع من يوم 22/6 اللي فات عشان دخول الشمس عندهم، وحتستمر معهم الأمور كويسة إن شاء الله لغاية يوم 23/7 اللي جاي، بعد كده حتكون فرص إن شاء الله كويسة بالنسبة للأمور المادية. 16/1/1990 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثالثة والأخيرة، وهنا أرقام الحظ حتكون 7 و8. الشخصية دي ممتلكة للحدث، بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلم فيها. الشخصية دي بتكون شخصية طموحة جدا، بتقدر الناحية المادية على الناحية الجمالية، وشخصية برضو بتكون يعني بتميل للكآبة والانزواء بعيدا عن الناس في بعض الأحيان. كان عندهم بعض المتاعب والضغوطات الشديدة في الفترة القليلة اللي فاتت، خصوصا في الأربع شهور اللي فاتوا، لكن في توافقات لبعض الكواكب حصلت يوم 25/6 يعني يوم الخميس اللي فات، فممكن تكون عندهم فرص كويسة جدا إن شاء الله لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، بعد كده هترجع شوية الضغوط مرة تانية لغاية نهاية السنة، بس مش زي الأول، بس عندهم إن شاء الله دلوقتي فرص كويسة جدا. في عندنا اتصال آخر. منا صباح الخير يا منا. صباح الخير يا دكتور. اتفضل يا فندم. منور الدنيا في السنة. ربنا يخليك. ربنا يبارك. ربنا يخليك. اتفضل يا منا. عايزة أسأل على برج الأسد 17/8. تمام. وعايزة أسأل جوزي برج الحمل 26/3. أي سنة؟ أي سنة؟ أي سنة؟ أنا عارف التفاهم على طول، إحنا بينا مشاكل. أي سنة؟ هو؟ أي سنة؟ هو وأنتِ. أنا 17/8/71، وهو أنا مش عارفة الصراحة، يعني هو 29/3 بس مش فاكرة كام. 29/3 مش فاكرة كام. تمام. شكرا لحضرتك يا منى، مرسي، شكرا. 17/8/1971 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثالثة والأخيرة، وأرقام الحظ عندك 1 و8 و6، وتكوني شخصية متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتك، ما بتحصليش على حاجات بسهولة إلا بعد جهد كبير، وتكوني شخصية برضو جدية في التعامل مع الناس وعصبية جدا لكن صاحبة قلب طيب وكريمة إلى حد الإسراف، ما بتعرفيش تحوشي فلوس أبدا، وكمان طموحة. عندك إن شاء الله فرص كويسة اعتبارا من 23/7 اللي جاي لغاية يوم 22/8 اللي جاي. بالنسبة ل 29/3 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا حتكون 2 و4 و9، وتكون شخصية حساسة مزاجية متقلبة إلى حد كبير أكثر من باقي مواليد برج الحمل، وشخصية كتومة جدا في نفس الوقت، شخصية طموحة وكريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وعندهم فرص كتير حلوة إن شاء الله على شهر 8 و9 اللي جايين. كانت عندهم بعض الضغوط النفسية والعاطفية والأسرية الفترة اللي فاتت، يعني تقريبا من شهر نوفمبر اللي فات وطول الأشهر اللي فاتت، لكن إن شاء الله عندهم فرص كويسة لتحسين المواضيع العاطفية الرومانسية والأسرية والعائلية والعلاقات الزوجية إن شاء الله الفترة اللي جاية اعتبارا من 23/7 ولغاية 23/8 اللي جاي. في معنا اتصال آخر. معانا اتصال. الو. ايوه صباح الخير يا استاذ طارق. صباح النور، اتفضلي يا فندم. لو سمحت حضرتك، انا 10/12/59. تمام. عايز اعرف الايام اللي جايه ايه، ولو عندي موضوع اقدر فيه اخد قرار الايام دي ولا لا، نبعد، عايز اعرف كل حاجه. تمام، حاضر يا فندم، ميرسي لاتصالك. 10/12/59 من مواليد برج القوس الناري الفتره الثانية، أرقام الحظ هنا حتكون عندك 1 و3. من الشخصيات الطموحة جدا في الحياة، شخصية كريمة جدا، شخصية محبة للسفر، شخصية محبة للتنقل والترحال والتعرف على ناس جداد وثقافات جديدة، بتميل للأمور الصوفية والأمور الدينية والأمور الروحانية. القوس بصورة عامة برضو كان عندهم بعض المشاكل والضغوطات النفسية والعصبية في موضوع الشغل وفي موضوع الأسرة تحديدا، العلاقات الأسرية والزوجية والعلاقات الأسرية بشكل عام.
اعتبارا يعني كانت المشاكل دي ابتدت من شهر 10 او 11 اللي فاتوا في 2019 ويعني فضلت مستمرة الفترة دي كلها تقريبا. فيما يخص اخذ قرار مصيري او اخذ قرار مهم الفترة اللي جاية ممكن تكون فترة كويسة ان شاء الله. يعني انا ما بنصحش انه برج القوس او الاسد او الحمل بياخدوا يعني بعض القرارات المهمة الفترة دي ويستنوا شوية لغاية يوم 22/7 اللي جاي عشان الشمس هتدخل في برج الأسد وهتكون شوية طاقة إيجابية أكثر بالنسبة للاندفاع واتخاذ قرارات مصيرية. دلوقتي الشمس في برج السرطان بتدينا نوع من الحساسية في التعامل مع الناس، بتدينا نوع من التردد في اتخاذ القرارات، بتدينا نوع من الميول للماضي والذكريات يعني، فتكون حالتنا النفسية مش مهيئة إنه إحنا ناخد قرار مصيري. لكن اذا كان ولابد انه ناخذ قرار مصيري الفتره دي فيفضل يعني من يوم 3/7 لغايه 10/7، الفتره دي ممكن تكون مناسبه للقرارات المصيريه بالنسبه لبرج القوس الناري. في عندنا اتصال اخر من منال. صباح الخير يا منال. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا 7/12/371. تمام. و12/5/75. تمام، شكرا. اهلا وسهلا يا فندم. منال 7/12/73 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية، ارقام الحظ هنا هتكون 7 و3، وانت من الشخصيات اللي عندك حدث بتحسي بالاشياء قبل ما تحدث او تحلمي فيها، كمان من الشخصيات اللي مندفعة بالحياة وكريمة جدا في التعامل مع الناس وعصبية شوية، بتتفهمي غلط من أول لقاء لكن بعد كده الناس بتحبك وبتحب معاشرك. 12/5/75 من مواليد برج الثور الترابي الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و6. المولود ده شوية مولود متفائل ومندفع أكتر من باقي مواليد برج الثور الترابيين اللي هما بيميلوا للبطء في اتخاذ القرارات وبيكونوا بيتوتيين جدا وبيكونوا شوية حزمين، بس المولود ده بيكون شوية متفائل أكتر، شوية مرح أكتر، وكمان بيكون عنده حدث بيحس بالأشياء قبل ما تحصل، بيقدر الناحية الفنية والجمالية. فرص بالنسبة لبرج الثور على صعيد الحياة الاجتماعية والزوجية والعاطفية الفترة دي مناسبة جدا لاتخاذ قرارات مصيرية إن شاء الله، وحتكون عندهم أخبار حلوة لغاية يوم 23/7 اللي جاي. في عندي اتصال آخر. عبير، يا صباح الخير يا عبير. أيوه تفضل يا فندم. السلام عليكم. تفضل يا فندم. لو سمحت أنا عايز أسألك على تاريخ، على أنا برج إيه؟ أنا 2/6/3/2005. تمام. وعايزه اسالك على برج بنت عمتي. تمام. هي 22/10. تمام. 2000. وعمتي معلش هو 16/2/2002. تمام، شكرا يا عبير، شكرا. 6/3/2005 من مواليد برج الحوت المائي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و6 و7، وتكون شخصية فنانة بتحب الحاجات الفنية، بتحب المسرح، بتحب الإضاءة، بتحب التصوير، بتحب الرسم، بتحب المزيكا، وكمان شخصية عنيدة جداً، ولما بتتضايقي من حاجة أو من موقف معين بتروح وتختفي يومين أو ثلاثة وتحبسي نفسك في أوضة وما تخرجيش منها على أي حد. حساسة جدا ومزاجية وعنيدة بنفس الوقت. عندك فرص كويسة إن شاء الله الفترة دي لغاية يوم 23/7 اللي جاي. 22/10/2000 من مواليد برج العقرب المائي الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا 4 و9، والشخصية دي عندها مفاجآت كتيرة قوي في الحياة، دايما عندهم مفاجآت، الأسبوع ما بيمرش من غير مفاجأة وتغييرات كتيرة قوي، وكمان الشخصية دي متعلقة بالأم أو بالأب في البيت أكتر من أي حد تاني، وشخصية برضو بتميل الانتقام في بعض الأحيان، عندهم فرص كويسة برضو الفترة دي لغاية يوم 23/7 اللي جاي. 16/2/2002 من مواليد برج الدلو الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة، وهنا أرقام الحظ هتكون 4 و7 و8، وتكون شخصية ممتلكة للحدث، بتحلم بأشياء بتتحقق، وكمان شخصية بتميل للتكنولوجيا وشخصية غريبة الأطوار شوية، بتفاجئنا بحاجات مش متوقعينها منها، وكمان شخصية إنسانية في التعامل مع الناس. إن شاء الله عندهم فرص كويسة جدا من 23/7 لغاية 22/8 اللي جاي. في عندنا اتصال آخر من صبرين. صباح الخير يا صبرين، تفضلي. ألو. تفضلي يا فندم. انا عايز اعرف البرج بتاعك. حاضر، تفضلي يا فندم.
21/12/1995. 21/12/1995. تمام، شكرا لحضرتك يا صبري. 21/12/1995 من مواليد برج على حافة مولود برج القوس وبرج الجدي، يعني ساعات بتشوفي نفسك مندفعة بالحياة ومحبة للسفر، وساعات بتشوفي نفسك لا بتحب البيت ومستقرة جدا وما بتحبيش تعملي أي قرارات مصيرية، لكن يعني غالبا هو برج تقريبا يعني نهاية القوس، فبتكون شخصية كريمة جدا مع الناس، محبة للسفر وشخصية برضو مندفعة شوية، شخصية برضو يعني عندك ان شاء الله فرص كويسة اعتبارا من 23/7 اللي جاي لغاية 22/8. بتمر حاليا بفترة انتقال، مشاكل عاطفية، مشاكل نفسية، مشاكل في الأسرة، شوية نوع من الضغوط النفسية والعصبية، ودي بقى لها حوالي 4-5 شهور، لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون مفتوحة أكتر وهتاخدي فيها قرارات مهمة جدا هتكون إن شاء الله كلها إيجابية. في اتصال آخر. ألو مصابرين؟ ألو ألو، صباح الخير. ألو، للأسف للأسف الاتصال انقطع. نرجع على مواليد برج السرطان المائي. فترتنا النهاردة او الفترة دلوقتي من 22/6 لغاية 22/7 اللي جاي برج السرطان، اكثر الابراج المتوافقة مع السرطان المائي هي الابراج المائية اللي هي القوس والحوت، والابراج الترابية اللي هي العذراء والجدي والتور. اكثر الاعضاء المعرضة للامراض لا سمح الله عند مولود برج السرطان المائي هو الجهاز الهضمي وتحديدا المعدة والقولون، يعني عليه المولود ده مولود برج السرطان ان ينتبه لما بياكل وهو متضايق هيحصل له حاجة في المعدة او في القولون، وغالبا مولود برج السرطان المائي بيكون عندهم قولون عصبي مزمن، يعني خلوا بالهم شوية من نوعية الاكل، من نوعية استخدام التوابل المعينة، وهم برضو غالبا بيميلوا للاكلات الكريمية والجبن والجاتو والحلويات شوية. معانا عادل. الو يا عادل، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 21/1/85. عندك سؤال محدد يا أستاذ عادل؟ لا شكرا يا فندم. تفضل يا فندم. 21/1/1985 من مواليد برج الدلو الهوائي الفترة الأولى. أرقام الحظ عندك هتكون هنا 3 و4 و8. يعني هنا هيكون الحظ عندك في الحياة من النوع الوسط، ساعات بيخدمك الحظ وساعات بيخدمك مجهودك الشخصي. شخصية ذكية جدا في التعامل مع الناس، محللة جدا في يعني للأمور والحاجات اللي بتمر فيها، وكمان شخصية عندك حاجات غريبة ومفاجآت كتيرة قوي في الحياة، بتفاجئ الناس بمواقف غريبة جدا، وشخصية برضو عندك حس إنساني جدا. عندك فرص كويسة إن شاء الله من 22/8 لغاية 22/7، من 22/7 عفوا لغاية 22/8 اللي جاي على كافة المجالات. معانا آية. صباح الخير يا آية. آية. أيوة معاك. وطي صوت التلفزيون واسمعيني من خلال التليفون عشان أسمع التاريخ بوضوح، شكرا جزيلا. ألو. ألو تفضل يا فندم. عايز أعرف 21/1/2001. 21/1/2001. تمام. تعرف الحياة الزوجية. ماشي يا آية، شكرا لاتصالك يا فندم. 21/1/2001 من مواليد برضو برج الدلو الهوائي الفترة الأولى. أرقام الحظ 3 و4 و8. وبالنسبة للأمور الزوجية والارتباطات العاطفية هتكون عندكم فرص كويسة جدا في شهر 8 اللي جاي، وكمان في شهر 10 اللي جاي. تمن الشخصيات العصبية شوية بتنفعلي بسرعة، ومن الشخصيات اللي عندك مفاجآت كتيرة قوي في الحياة، وغالبا بتكوني غير مستقرة ومتقلبة شوية، بس ان شاء الله هتكون عندك قرارات مصيرية ومهمة اعتبارا من 22/7 اللي جاي لغاية يوم 22/8 اللي جاي. ومع آية مع الأسف كان ده آخر اتصال في حلقة النهاردة. أشوفكم ان شاء الله على خير في يوم الحد اللي جاي. الحضرة فتح، الناس قاعدة على القهاوي والكافيهات وبتروح المولات، خلينا شوية ننتبه على ارتداء الكمامة وعلى التعقيم، ونحط مسافة أمان بيننا وما بين الناس عشان عدم انتقال عدوى الفيروس كورونا. إن شاء الله مشافين ومعافين كلكم. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود. مع السلامة.